صبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، صباح الخير، ومع بداية أسبوع جديدة مليئة بالتفاؤل والإيجابية بالتأكيد. صباح الخير يا يعقوب. صباح النور يا عائشة، أكيد أصبح بالخير على كل من يتابعنا. أتمنى لكم الاستمتاع بفقراتنا المتنوعة لهذا اليوم، يسعد صباحكم وين ما كنتوا. إذن مشاهدينا الكرام، كما تعودتم في صباحنا نبدأ صباحنا بعناويننا لهذا الصباح. ثرثرت الطفل بوابة إلى عالمه. مبادرة وجودكم سعادة في دولة السعادة لفريق أبناء الخليج للأعمال الإنسانية. انطلاق مهرجان الشارقة للثقافة والناس في خرفكان. إذن مشاهدينا الكرام، مثل ما تعودنا عرفناكم على عناوين حلقتنا لهذا الصباح، أما الآن أعتقد فقرة الصحف، واللي نعم. بالفعل ما لحق إنه يقرأ صحفنا المحلية لهذا اليوم، نحن في هذه الفقرة نسهلكم شوي الموضوع ونقرأ لكم الصحف ونطلعكم على أهم الأخبار في الصحف المحلية لهذا الصباح. نعم. إذن نبدأ جولتنا الصباحية في الصحف المحلية بصحيفة الخليج في عدة مواضيع. ما شاء الله بالأمس يعقوب كانت هناك فرحة جميلة بالنسبة لأهالي إمارات. صحيح. بمناسبة فوز ثندر سنو بكأس دبي العالمي لسباق الخيول. ما شاء الله، يعني كانت احتفالية جميلة هناك. نعم. كان كذلك الجميع مثابر حتى، وكان على أعصابه في اللحظة الأخيرة من خلال حتى مرحلة الفوز. نعم. إذن ننتقل إلى صحيفة الخليج، هناك خبر كذلك في الصفحة 14 بعنوان اتصالات وأصدقاء مرضى السرطان تطلقان درهم الأمل. وقعت اتصالات وجمعية أصدقاء مرضى السرطان مؤخرا اتفاقية لإطلاق مبادرة درهم أمل الرامية إلى دعم أنشطة الجمعية وتوفير الدعم المالي والمعنوي للمصابين بالمرض وأسرهم في مختلف أنحاء الإمارات. إذن بموجب هذه الاتفاقية سيتمكن أفراد المجتمع من دعم مبادرة درهم أمل عبر إرسال كلمة أمل في رسالة نصية إلى الرمز 1110 ليتم استقطاع درهم واحد يوميا من المتبرعين إلى حساب جمعية أصدقاء مرضى السرطان بشكل مباشر. نعم. إذن وقال عبد العزيز تريم مدير عام اتصالات في المناطق الشمالية ومستشار الرئيس التنفيذي بأن هذه المبادرة درهم أمل تعد مبادرة درهم أمل إحدى المبادرات المهمة التي تجسد اتصالات من خلالها مبادئ المسؤولية المجتمعية المتبعة ضمن استراتيجيتها والتأكيد على حرصها المستمر في المساهمة بتمكين جمعيات النفع العام ودعم المبادرات الإنسانية. صحيح، يمكن الشراكة المجتمعية لها دور كبير. نعم. وفي كل جوانب المجتمع، وأيضا راح تكون لها مثلا إيرادات خير على أكيد. المجتمع من خلال هذه المبادرات التي تقام سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل الاتصالات أو حتى غيرها من الجهات الحكومية أو حتى من الجهات الخاصة. نعم. يا عائشة، هذا كذلك مثل هذه الأمور يعني بالفعل تجعل هناك موضوع المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية المجتمعية، مثل ما تفضلت بأنها الشراكة المجتمعية. نعم. لأن بالفعل نحن نحتاج إلى مثل هذه المبادرات حتى نجسد مفهوم التعاون ومفهوم الخير، يعني لأن بالفعل صحيح. نحن في دولة الخير، فيجب أن يعني تكون كذلك هناك مبادرات أخرى تحث على هذه الأمور. أكيد طبعا. إذا ما زلنا في الخليج، وهناك خبر آخر في الصفحة 18 بعنوان تتفرد بالطاقة المستدامة والمتجددة والهندسة النووية. هندسة جامعة الشارقة ترفض المجتمع أو ترفض المجتمع ب 3497 كادرا متميزا. تعد كلية الهندسة بجامعة الشارقة أحد الكليات المتميزة، حيث تحتوي على 8 تخصصات تغطي كل مجالات الهندسة والتي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعربي منذ نشأتها في عام 1997، وهي تسعى دائما لرفض المجتمع بمهندسين ومتميزين في جميع المجالات الهندسية من خلال الاعتماد على التقنيات والوسائل التعليمية الحديثة. وأكد الدكتور نضال هلال عميد كلية الهندسة في جامعة الشارقة أن كلية الهندسة تشهد إقبالا شديدا كل عام، وخلال العام الحالي استقبلت 1016 طالب أو طلب التحاق، تم قبول 932 طالبا وطالبة فقط، ونسبة الإناث منهم
48%. كذلك بالنسبة لكلية الهندسة بجامعة الشارقة تحتوي على 33 مختبرا علميا تسخر لخدمة الطلبة طوال العام الأكاديمي. إذا مثل هذه الكليات اللي بالفعل التي تخرج لنا الطلبة في مجال الهندسة المتنوعة بالحقيقة، لأن الهندسة ليست في مجال واحد، هناك هندسة صناعية وهندسة مدنية وكذلك هندسة زراعية إذن إلكترونية كذلك. إذن نحن نحتاج إلى طاقات شبابية تدخل لسوق العمل وبالفعل تحرك سوق العمل، وبالفعل نحتاج إلى مهنة، وكذلك نحتاج إلى ماذا يا عقوب؟ جامعة. جامعة أكيد تخصصات، وجامعة الشارقة بالفعل تحتوي على هذه الأمور. أكيد طبعا، وجامعة الشارقة نشاهد تطور كبير في التخصصات الموجودة واهتمام كبير من صاحب السمو أيضا حاكم الشارقة في جامعة الشارقة، ونشاهده في دائما في تطور مستمر وتلبي احتياجات سوق العمل يا عائشة. إذن ما زلنا في الخليج، وفي خبر آخر في الصفحة 31 بعنوان جائزة باسم حاكم الشارقة في كل مهرجان عربي. الهيئة العربية للمسرح تتبنى خطة شاملة لتنفيذ مبادرة سلطان. إذن هكذا كان الأمر واضحا، وهكذا كان التنفيذ الخلاق جاد ومنجزا، فسهرت الأمانة العامة وطاقمها على الفور ووضعت خطة شاملة لتنفيذ المبادرة وقدمتها لسموه ونالت مباركته. أصدرت الهيئة بيانا يتضمن خطتها لتنفيذ مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة، والتي تنسجم مع طموحات سموه في تطوير المسرح العربي، وقد استندت هذه الخطة إلى ما في مبادرة سموه من محتوى حضاري، والتي تأتي ضمن المشروع الثقافي التنوير النهضوي الشامل الذي يعمل عليه محليا وعربيا ودوليا. وإضافة لتوجهات العمل التي خطتها الأمانة العامة ومجلس أمناء الهيئة لتكون الناظم للمشاريع العشرية الثانية من عمر الهيئة، وتضمن البيان آلية لتنفيذ الهيئة لخطتها، وجاء في ثلاث مسارات متوازية. إذن المسار الأول لهذه الآلية يتضمن إطلاق مهرجان للمسرح المحلي في 11 بلدا عربيا خلال العامين 2018-2019. أما المسار الثاني يأتي من خلال تأسيس مراكز للفنون الأدائية في الدول التي تحتاج إلى جهود تنمية وترسيخ للمسرح وثقافته، حتى تلعب هذه المراكز دور الرافد في تكوين وتدريب وتأهيل القدرات الشبابية، ليكون المهرجان محصلة وحصاد لذلك. أما المسار الثالث فهو استمرار التعاون والتفاعل ما بين الهيئة العربية للمسرح وكذلك المهرجانات الوطنية القائمة في 9 دول عربية. نعم، يمكن هذه المبادرات أو الاهتمام الكبير الذي يليه صاحب سمو حاكم الشارقة بالفنون والتراث والمسرح لابد أن يكون نشوف له ثمار في المستقبل يا عائشة، وخصوصا الاستثمار في هذا المجال لدى الشباب. يعني نشاهد الشباب اليوم مقبلين على المسرح بشكل كبير في إمارة الشارقة أو حتى في دولة الإمارات أو حتى في الدول العربية. نعم، لأن بالفعل المسرح حاليا يعني بالشارقة بالتحديد أصبح المنصة وأصبح الخشبة التي ترفد وتستقطب المواهب الشابة الواعدة، وهذا ما نراه في المهرجانات وكذلك في الفعاليات الخاصة بالمسرح، إن كان مسرح الشباب وإن كان حتى مسرح الكبار. صحيح. إذن آخر خبر يا عقوب، أخذت وقتك؟ لا تفضل. آخر خبر في صحيفة الخليج بالصفحة 33 بعنوان مريم ماجد نجمة البرنامج في نسخته الرابعة. سلطان بن أحمد منشد الشارقة الصغير نموذج للفن الهادف. أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام أن برنامج منشد الشارقة الصغير يعكس الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة الشارقة للإعلام لإثراء المشهد الثقافي بالإمارة، إذ تسعى من خلاله إلى إيجاد بيئة متكاملة وداعمة للفن الهادف، وتتوفر فيها كل المحفزات التي تشجع الأطفال على تبني الفن الأصيل منهجاً وأسلوباً لبث القيم السامية والنبيلة في المجتمع، فضلاً عن إبراز وجه الإمارة المشرق التي طالما سعت لدعم كل ما هو جميل وإنساني في شتى مجالات الإبداع. نعم، منشد الشارقة
الصغير يمكن يلقى اهتمام كبير من مؤسسة الشارقة للإعلام، وشاهدنا طبعا يوم الجمعة كيف كانت الأجواء جدا جميلة أيضا بحضور الأطفال الذين دائما يعطون لمسة جمالية لأي مكان يكونوا موجودين فيه. إذا هذا ما كان فيه وجعبتي من الأخبار، إذا ماذا لديك يا يعقوب؟ ما زلنا في الشارقة يا عائشة ومشاهدينا الكرام، طوارئ الأطفال على مدار اليوم في مستشفى الجامعة في إمارة الشارقة. أعلن مستشفى الجامعة بالشارقة عن تمديد ساعات عمل قسم الطوارئ لدى الأطفال ليصبح على مدار الساعة بعد أن كان يعمل حتى منتصف الليل. واستقبل المستشفى خلال 15 الماضية أكثر من 27 ألف مريض من الأطفال، وبات بمقدور طبيب الطوارئ المختص والإشراف على مدار الساعة على علاج الحالات المرضية الشائعة التي تصيب الأطفال مثل التهاب الجهاز النفسي واضطرابات الجهاز الهضمي والإصابات الجسدية المفاجئة. طبعا مستشفى الجامعة في الشارقة له مثلا خلنا نقول مجالات كثيرة في الجانب الطبي والجانب التوعوي أيضا، حتى في تقريبا قبل أيام شهور قليلة كان هناك حتى مركز للإقلاع عن التدخين، فالحمد لله اهتمام كبير في إمارة الشارقة في الجانب الصحي. نعم، هذا الخبر الأول مشاهدينا الكرام. الآن ننتقل إلى الخبر الثاني من صحيفة الإمارات اليوم، تواليف بحرية أوبريت يحاكي الماضي الجميل. ضمن فعاليات مهرجان المالح والصيد البحري في مدينة دبل حصن، عرض أخيرا أوبريت تواليف بحرية من إنتاج بلدية مدينة دبل حصن وأشعار علي سعيد هلال وراشد محمد النساي، والعمل من تأليف وإخراج محمد أرشود وتمثيل محمد المنصوري والراوي علي محمد وسرور بدور أبو سالم. طبعا مشاهدينا، وقال مؤلف الأوبريت محمد راشد رشود، حاولنا في هذا الأوبريت أن نجعله يحاكي الماضي الجميل، يجسد للمشاهد الحياة القديمة التي كانت في البيئة الساحلية والأدوات المستعملة في الصيد، وكذلك مشاهدينا الكرام المواكب التي كانت تستخدم في تلك الحقبة والأكلات البحرية وأنواعها المتعارف عليها قديما، مشيرا إلى أهمية التواصل مع الجيل الجديد لنقل المصطلحات والمفردات البحرية القديمة لأجيالنا المقبلة. مثل هذه المهرجانات مشاهدينا الكرام ويعاشة يعني ترجعنا شوية لسنوات قديمة لماضي آبائنا وأجدادنا، فلا بد على الجيل الحالي أن يتعلم كل المصطلحات وكل العراف والتقاليد والمعتقدات التي عاش عليها آباؤنا وأجدادنا. ربما من المحزن أن لما نشوف عيالنا أو حتى الشباب يعني يتداولون مصطلحات ربما تكون غربية أكثر، لكن في كلمات يعني شعبية ومن الموروث الشعبي ومن عادات ومن لهجة أهل الإمارات، إن كانت حتى على حسب المنطقة بالإمارات، إن كانت بالنسبة للساحل الشرقي، إن كانت كذلك بالنسبة لأبوظبي والمناطق الأخرى. فتختلف، نستغرب أن بعض أبنائنا ما يعرفون حتى هذه يعني أو حتى المصطلحات البسيطة. نعم، هذه المصطلحات البسيطة، ويدخلون بعض المصطلحات الأجنبية وعلى علم بهذه المصطلحات الأجنبية. أكيد طبعا مشاهدينا، هذه كانت جملة من الأخبار المحلية لصحف دولة الإمارات لهذا الصباح، والآن ننتقل نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة في المنطقة الشرقية وباقي مدن دولة الإمارات لهذا الصباح. ابقوا معنا.
شاهدنا درجات الحرارة المتوقعة مشاهدين الكرام في المنطقة الشرقية وباقي مدن دولتنا لهذا الصباح. مثل ما عودناكم نعم. مشاهدينا في كل حلقة في بداية كل حلقة يكون نعم. عندنا موضوع النقاش، واليوم عن كيفية التعامل مع الطفل، خلنا نقول الثرثار، يعني شو كيفية الطريقة المثلى للتعامل معه. يعني سبحان الله، يعني لما قريت عن هذا الموضوع من بعد 3 سنوات خلاص الطفل يصبح له رغبة كبيرة في الكلام، يعني نعم. يتكلم لا يمل ولا يكل أبدا. نعم أنا هذا الموضوع، يعني لما عرفنا اليوم نحن نتناول موضوع كثرة كلام الأطفال والثرثرة، بالنسبة لي ما أحس أن موضوع الثرثرة لا تقال للطفل بالحقيقة. الثرثرة تقال لكبار السن، لأن لما يثرثرون في أشياء ما في منها فايدة. نعم. لكن الطفل في كلمة يقولها أنت تجاوب عليها كأم، أو تجاوبين عليها، أو عفوا تجاوبين عليها كأم وتجاوب عليها كأب، بالفعل تترسخ في مخه وتترسخ صحيح. في ذهنه، يعني تمتد معه إلى أن يكبر وينضج. بالنسبة للطفل الثرثار، أو مثل ما قلت ما أحب أن أسميه طفل الثرثار، الطفل كثير الكلام، بالفعل نحن نحتاج أن يكون عندنا سياسة، ويكون عندنا مثلا قواعد نمشي عليها حتى نعم. تكون يعني ناخذ هذا الكلام وكثرة هذا الكلام على أساس أن تكون بالفعل نما ننهر أطفالنا ونقولهم خلاص اسكت، لأن هذا الشيء بنفسه راح يمنع الطفل عن الكلام ويصير أكثر انطوائي وما يحب أنه يبادر ويسأل. لأن دائما يقال بأن كثرة السؤال عند الطفل معناته أنه بالفعل هذا الطفل يدرك، هذا الطفل عنده يعني عقله قاعد ينمو وعنده توسع في الذهن، وبالفعل هذا الطفل يحتاج إلى أشخاص يعني بالفعل عندهم المقدرة على الرد عليه. أكيد طبعا، وخصوصا في بعض الأطفال عايشة يسألونك نعم. سؤال يعني صعب جدا أنك أنت تجاوب عليه. نعم. فدائما لابد أنك حتى تكون مثل ما ذكرتي سياسي نوعا ما في التعامل معهم، سياسي شوي في التعامل بالحديث معهم. يعني دائما الطفل ممكن كلمة تيبة وكلمة تودي، فدائما بالعكس لما الطفل يسألك جاوبه، تقبل منه، دائما اسمعه حتى لو كان كثير الكلام. وراح نتعرف مشاهدين الكرام أكثر على ثرثرة الطفل بعد الفاصل مع المستشارة التربوية همسة يونس. فاصل الآن ونعود، ابقوا معنا. عدنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد هذا الفاصل. إذا الثرثرة من العادات التي قد يعاني منها الأهل مع الأطفال وتسبب إزعاج لمن هم من حولهم. إذا ولكي نتعرف على هذه العادة وحلولها، خلونا نرحب بضيفتنا المتميزة الأستاذة همسة يونس، مستشار تربوي. صباحك الله بالخير أستاذة همسة. صباح الورد، أهلا عايشة. اليوم موضوع حلقتنا يعني أنا متشوقة لك، أساس كان يعقوب مفروض يقدمها لكن قلت له لا اسمح لي، أنا نبماني أم وبحتاج أني أقدم هذه الفقرة، بالفعل أستفيد منها أكثر وأخذ وعطي وياك، لأن ما شاء الله عندي أبناء 3 وأعمارهم تقريبا متقاربة يعني نعم. فكثرة الأسئلة من كل أعمار ومن كل يعني صعبة بالنسبة لي. فبالنسبة صحيح. لي كثرة الكلام بالنسبة للأطفال شيء ممتع، وأنا بعتبر أنه الأم لازم تستمتع بها نعم. على حالة، وممكن ساعات إحنا نكون مصدعين، مش قادرين، مضغوطين، مش قادرين نسمع، لكن أنت كأم مضطرة أنك تسمعي أيوة. مضطرة تفتحي المجال لطفلك وتعطيه وقته وتستمعي، مش بس تسمعي، تستمعي بكامل حواسك لطفلك وتتفاعلي نعم. معه، يعني حتى لو أنت مش متفاعل حقيقيا معه، لكن حتى لو مثلتي التفاعل نعم. مثلي لكن الطفل بيحس إذا كنت عم تمثلي على فكرة أيوة. وكل ما كبر سنه بيقفشك ويقول لك انت مش عم تسمعيني، انا انت بس سمعيني، انت عم تفشليني بعيني، هذا الكلام دائما يقول لي اياه ايوه. فكل ما كنت حقيقيه دربتي نفسك انك تكون حقيقيه، مع الوقت راح تكون حقيقيه عن جد، وحتكون عندك مهاره الاستماع. دربي نفسك، انت ديجي على نفسك، لانه الشيء مش ببساطه ومش سهل على فكره نعم. مش الكل عنده القدره على ضبط اعصابه وانه يسمع لطفل، خاصه الطفل الكثير الثرثره او كثير الكلام وكثير الاسئله. هذا دليل ذكاء عند الطفل نعم. يعني أنا كتير بحزن لما أسمع أب بيقول بس اسكت صدعتني، هذه قاتلة هاي الجملة نعم. للطفل جدا فوق ما تخيل. يعني مرة كنت مع صديقة في سيارتها ومنتكلم، فطفلتها عمرها 3 سنوات وقعدت تغني، طبعا بتغني بلغة عجيبة يعني وشيء عجيب فبالنسبة للأم كان مزعج الكلام صوتها أيوة. فقلت لها بس اسكتي
صدحتي لي راسي بدي اسمع خالته همسه. فانا قلت لها اذا عشاني انا راضيه بدي اسمعها ما بدي اسمعك. صدقا يعني ليه نكسف الاطفال؟ نعم. ليه نكسر خاطرهم؟ واحيانا كمان بكون مثلا في مكان عام وبلتقي مع حد من الناس بوقف يكلمني، فمره واحد منهم ابنه يعني بقول له بابا عمره 3 سنوات برضه، اسكت انت مش سامعني اكلم خاله خلاص. يعني ليش؟ لا ممكن تقول له اياها بطريقه كثير الطف، بابا لو سمحت ممكن بس دقيقة بكلم خالته وبرجع لك. نحترم الطفل مش نسكته. عارفة نظرة الحزن اللي في عيون الطفل لما تقولي له أسكت كتير مؤلمة. هذا النهر أو أني أنهر طفلي في من خلال السؤال بالفعل هذا يقتل عنده حب السؤال، يقتل عنده الاطلاع والشغف. أنت بتخليه يروح لحد تاني يسأله. نعم. لحد تاني يثرثر معه. أيوة. يعني في يعني سيدات بيقولوا لي أنه أطفالهم بيثرثروا مع خالاتهم أكتر. نعم. ليش؟ تسمعني أنت ما تسمعيني. فكتير محزن، أنت لازم كتير تكوني حزينة من جوا أنه أنت مش مصدر ثقة لطفلك أنه هو يثرثر معك ويقولك كل إشي. نعم. لأنه من خلال الثرثرة هاي أنت قد يعني تصلي إلى دواخل طفلك. لما تكوني أنت عندك ذكاء في الحوار. نعم. تدخلي إلى دواخله لعالمه، وقد تصلي إلى أشياء يمكن هو عم بيعاني منها بصمت. نعم. ربما هو عم يتعرض لتجارب سلبية وبلف ويدور حواليها بالثرثرة، بده يوصل لك المعلومة، بده يوصل لك التجربة السيئة اللي عم بيعيشها أو المشاعر السلبية اللي عم بيعيشها من طرف حد معين أو من موقف معين، بس مش قادر، خايف يجيبها بطريقة مباشرة، خاصة لما ما يكون في لغة حوار شفافة وواضحة مع الأم، فبيحاول يلف ويدور يوصل لك المعلومة. أنت هون بذكاء لازم تلتقطيها وتحاولي أنه توصلي لهذا الشيء بذكاء، وتحاولي. نعم. تعاونيه وتساعديه أنه يطلع من هاي الخبرة. نعم. همس بس أبغي أسألك سؤال. نعم. كيف أنا كأم أقيس أن بالفعل ابني وصل إلى مرحلة الثرثرة؟ هل هناك في مقياس معين؟ مثلا في بعض الأشخاص يقول والله يمكن ابني مش يثرثر، قاعد يوصف لي يومه، يوصف لي حكاياته شو صار، بس المدى. نعم. اللي أنا أقدر أقول أنه مثلا طفلي وصل لمرحلة الثرثرة. لا أنا بشوف أنه شيء حلو، خليه. أيوة خليه، لكن إحنا شو نعمل؟ نهذب هاي الثرثرة. أي. بطريقة ما أنه أنا كل ما كبر، طبعا كل ما كبر الطفل بنقدر إحنا نهذب ونقنن هاي الثرثرة شوي، لكن قبل 4 سنوات صعب. نعم. خليه منطلق، لكن بالتدريج بنقدر احنا نساعده انه نقنن هاي الثرثره. كيف مثلا؟ طب ماما بعد ما اسمعه يعني لفتره معينه ممكن انام، يعني انا عندي عموري هلا 3 سنوات بيجي بنط فوقي وبيلعبوا وبيقعد يحكي، وطبعا نص الكلام هيروغليفي انا مش فاهمه شيء، بس انا بتفاعل معاه يعني. اوكي وشو عملت اليوم بالحضانه؟ جاد اضرب عمر، عمر اضرب جاد، وافلام. بعدين بقول له طب ماما ممكن انام، ممكن أنام شوي، روح أنت ألعب سياراتك. أوكي ماما أنت أرضتي سمعتي، بنفس الوقت عم بتعلمي يحترم وقتك. أيوة. بالتدريب حتلاقي أنه صار لحاله. أوكي ماما نامي، بطلع بسكر الباب. طبعا ما حتجيب نتيجة من أول مرة، بدها وقت طويل بالتدريب والحب. بالتدريب يعني بالأول كان يقول لي أوكي يطلع 5 دقائق يرجع. أوكي هذه نومة الأم معروفة، يعني على كل 5 دقائق حتى الباب وصحها. بس مع الوقت مع الوقت بيحترموا وقتك. نعم. بيحترموا هذا. يعني في أمهات بيقولوا لي نحن ما بنقدر ننام، ما عندنا هذا الوقت. أنت ما علمتي احترم وقتك، فبالتالي الثرثرة أيضا أنت بتدربي إمتى الوقت اللي هو مسموح له يحكي قد ما بده، وهذا الوقت مقتطع احترمه لإلي أنا عشان. نعم. أنا أستريح. كمان بالتدريب بصير يعرف أنه مثلا أنت عم تكلمي شخص كبير، إذا يحترم كيف الطريقة اللي يكلمك فيها. نعم. وإمتى يعمل مقاطعة ويكلمك، كله هذا بالتدريب. هو ما انولد وهو عارف هاي الأمور، فأنت لازم أنت بحب وصبر الدربي. تمام. همسة في يعني نتكلم احنا عن الأطفال وثرثرتهم وكثرة كلامهم، لكن إذا كانت هذه الثرثرة ربما تكون يعني بلا هدف وسيئة. ربما أنا ما أعتقد صراحة بالنسبة للطفل أن تكون ثرثرة بلا هدف وغير نفع، لكن كيف أجعل من ثرثرة طفلي ثرثرة إيجابية يعني تثري، وكذلك تجعله أكثر مطلع وأكثر عنده جاذبية في الحديث، يكون عنده كاريزما في حديثه. نعم. شوفي هذا متعلق بالبيئة اللي الطفل عم ينمو ويكبر فيها. نعم. إذا أنت عم بتخليه قاعد معك وأنتوا جلسة النساء. تمام، عم يسمع حديث نساء أو البنت أو الولد، طبعاً بده يطلع يثرثر بطريقة مش صح، وبده يقول بده يحكي في مواضيع لا تخصه.
يعني أيوة. انا بشوف اطفال ما في براءة في الحديث، ما في براءة في المواضيع اللي بيحكوا فيها، مواضيع لا تخصهم، بيجي بيكلمك بيحاورك كأنه واحد كبير بعيدا عن براءة الأطفال. ليش؟ لأنه عم يجلس في مجالس لا تخصه. نعم. أنت بدك تجلسي مع صديقاتك، يعني احترمي وجود طفل، أنت مضطرة أنه طفلك قاعد معك، احترمي وجود الطفل هذا واعرفي أنت بشو عم تحكي، شو المواضيع اللي عم تتناولوها. إذا مضطرين تحكوا في مواضيع تستنوا لما ينشغلوا الأطفال. نعم. أو وفروا لهم بديل ينشغلوا فيه ويلعبوا، أو المهم أنه أنتوا تقننوا الكلام اللي عم بتقولوه. ذكرتي لي بموقف أستاذة همسة، يعني لما كنا صغار بهذا العمر، يعني صغير، كانت مثلا لما أمي الله يحفظها ضيوف وصديقاتها لما تقعد بالمجلس، يعني كل صديقاتها مثلا جايبين معاهم أولادهم. نعم. هم يقولوا بالمجلس ممنوع ان احنا ندخل معاهم. طبعا. فنحن نكون مثلا بالحوش نلعب بالضبط. فنحن بحالنا وهم بالضبط. بحالهم، ولو دخلوا ممنوع نغير الحوار. ايوه بالضبط. لكن انا هلا يعني بشوف جلسات نسائيه بيحكوا بكل شيء قدام الاطفال، وبعدين بيقولوا ابني بيقول كلام كبير وابني بيقول مواضيع. طب من وين جابوا؟ من عندك. يا من امه يا من ابوه راح يكون بعيد. بالضبط. لا، فانت لما تقنني هذا الشيء بالاكيد حيكون الطفل حواره باللي يناسبه. ثاني شيء لما تقرأي له، خاصة لما يكون صغير، تقرأي له قصص، حتى لو عارفة صور، وانت تألفي، مش لازم يكون شيء مكتوب، انت ألفي، بصير هو بعد هيك يكرر وراكي ويألف القصة، يعيد اللي وصله. حتحسي كأنك انت اللي كاتب القصة، هو عم بيكررها، فحيصير في حوار لما تقعدي تسأليه انت عن الصور، عن الأشياء، فهون بيصير الثرثرة جميلة ومفيدة. لما يكبر شوي ويصير يعرف يقرأ، مثلا أنا كانت عندي بنتي شهد، لما تيجي تسألني عن معلومة أقولها روحي اسألي بابا، بديها تحكي، بديها تتحاور، اسألي المعلمة. فهذا الشيء نمى عندها الحوار والأسئلة المفيدة. أيوة. درجة أنه معلماتها كانوا يسألوني في صف ثاني ابتدائي، أنت بتحضري لبنتك قبل ما تيجي على الحصة؟ قالهم لا، يقولون عندها ثقافة، تسأل، تطلب، يعني أعطيها الكتب اللي تناسب عمرها وتسأل لما تحتاج معلومة أنا ما عندي إياها ومش في الكتاب، قولها افتح الإنترنت. شوفي الإنترنت مش إشي بشع ولا إشي مخيف لما نعم. إحنا نوجه أطفالنا للاستخدام الصحيح. فكانت تروح تفتح النت وتسأل، تكتب يعني تتبحر في المعرفة وتيجي تسألني. إذن هون صار في مجال للثرثرة المفيدة. نعم. والجميلة. همسة، بالنسبة لكثرة سؤال الأطفال، يعني في أسئلة صراحة، يعني أنت كأم ما تعرفين كيف تردين على الطفل، يا أني أرد عليه الحين بهذا، وحتى ما عندك جواب بالحقيقة. صحيح. فأنا كيف بالفعل أتعامل مع هذا السؤال مع طفلي؟ مش عيب أنه ما يكون عندك نعم. الجواب، العيب أنك أنت تقفي عاجزة. نعم. أنت الصح أنك تقولي له طيب أنا حسأل وارجع أقول لك. طيب لانه انا مش عارفه بالضبط شو الصح، الجواب الصح، خليني اسال وارجع لك. مش عيب انك تقولي له ان انت حتسالي. أيوة. وترجعي له بجواب، بس لازم ترجعي له بجواب. لا تعطي اجابه مضلله واجابه غلط او تضحكي عليه، ولا تكسفي تقولي له ما بعرف في الحين سر بنوهي. لا، احترمي سؤاله وخليه يحترم عدم معرفتك انك حتسالي وترجعي له بجواب. حيصير يثق فيكي وينتظر منك انت الاجابه الثقه. أيوة. ما حيبحث عنها عند آخرين، لأنه عارفة في صديقة إلي إجت بتقول لي ابني شاف تقريبا، كيف بدي أقول لك، شاف بحديقة الحيوانات الحيوانات مع بعضها وهيك، فإجا بقولها أنت كذبتي علي، مش هيك بيولدوا القطط، يعني شاف مشهد خلاه أنه يقولها أنت كذبتي علي، مش هيك صار إجا البيبي من الحيوانات. فهون ذكاء، قديش في ذكاء عند الطفل. فأنت لا تكذبي، لا تعطي إجابة خطأ بالمطلق، وأنا ما عم بقولك تعطيه المعلومة كاملة بالمطلق. نعم. أعطيه معلومة بسيطة علمية صحيحة تناسب عمره، تناسب إدراكه، وتناسب الوقت الحالي اللي هو نعم. طالبه. لكن لا تكذبي، لا تعطي إجابة مضللة. نعم. أعتقد أن بالفعل مثل هذه الإجابات اللي قد تكون ربما مضللة، وتكون هذه إجابات قد تكون كاذبة، يعني لفترة بسيطة، لأن بالفعل راح يواجهك وأنت راح تكونين صغيرة قدام طفلك. بالضبط. نعم. بالضبط. تفقدي مصداقيتك. نعم. أمامه كمصدر للمعرفة. وحيصير يدور لحاله، لا أنت بتكذبي علي، ما بتقولي لي الصح. أيوة. وخاصة هلا إحنا في جيل ما شاء الله يعني متفتح وعنده أكثر من قناة للبحث والمعرفة، فليش أنت تكوني القناة الكاذبة والقناة الغير موثوق فيها ويحطك على الرف
ويبحث عند الآخرين. نعم، إذا من الممارسة التي قد يعني الأم يجب أن تتبعها عفوا حتى نعم. يكون أبنائها منطلقين في الحديث، مرتبين في الأسلوب، وكذلك يكونون أكثر جاذبية. الاستماع. نعم، نستمعهم، نحترم حوارهم لما يكلمونا. لما أنت تحترمي طفلك لما يتكلم، الآخرين حيشوفوا أسلوبك ويتعاملوا معه بنفس الأسلوب. نعم. ابتداء من الأقارب إلى الأصدقاء بعدين في المدرسة، لأن الطفل حيتعلم ويعتاد احترام أسلوبه وحواره. صدقيني لما يحس في شوية عدم احترام لحواره وحديثه في المدرسة حيمتعد وحيتدمر وحيجي يشكي لأمه. فبالتالي لما يعتاد على الاحترام بالتأكيد كمان يتعلم. لازم على فكرة عشان ما أنسى نقطة، لازم نعلم الطفل أيضا يستمع للآخر، يحترم الآخر لما يتكلم. لأنه مش معنى أنه أنا أحترم ثرثرة طفلي ومع الكبر زي ما قلت لك بدون ما نحط قوانين. أيوة. فبالتالي حيصير هو بده هو اللي يتكلم وبس. في أطفال يعني أنا واجهتهم في خاصة في المرحلة التأسيسية، شخصيتهم جميلة وثرثرتهم روعة وحوارهم مثقف وجميل، لكن ما عنده ثقافة احترام الآخر والاستماع للآخر. نعم. بده هو دائما يسيطر على الحوار، يكون هو رقم واحد وهو المتكلم رقم واحد. لا، لازم نعلمه أيضا ثقافة الاستماع إلى الآخر. نعم، إذا لقاء جميل وحوار جميل بالفعل، يجب أن نحفظ أبنائنا ونحتويهم. صحيح. حتى نرى مخرجات جميلة منهم ونراهم. صحيح. بالفعل في المستقبل أكثر يعني اطلاع وأكثر جاذبية حتى في حديثهم. إذا همسة يونس لك كل الشكر على هذه الممارسات الجميلة والهمسات الجميلة حبيبتي. اللي بالفعل تمتعين فيها كل أسبوع. شكرا لك. إذا مشاهدينا الكرام، من الطفل وطريقة تلقين الطفل وحتى تعليمه وكيف يكون بالفعل أكثر يعني تنبها وأكثر يكون عند الأسلوب الجميل، كانت معنا الأستاذة همسة يونس. أما الآن ننتقل إلى فقرة الإيجابية اللي بنتعرف فيها على موضوع جديد يتكلم عن الملح، وطبعا للملح تأثير على التسامح، بس كيف؟ خلونا نتابع مع المهندسة بشاير المنصور نتعرف أكثر عن هذا الموضوع. صباحكم سعيد. اليوم رح نتكلم عن شيء وايد سهل في التطبيق وشيء يعتبر طاقة إيجابية وسهل التوفير للجميع، اللي هو الملح، سواء عندنا الملح البحري اللي عن طريق تبخر مياه البحار أو الملح اللي عن طريق تأخذونه من السوبر ماركت نفس ما أشوف أنا حاليا عندي. هو الملح خصائص علاجية جدا فعالة له في امتصاص التوتر، بس هو لازم يمشي مع الماي. فأنا حق العلاج اللي راح أنصحكم فيه اليوم راح تستخدمون عندي الماي والملح مع بعض. الماي يمتص الطاقة والملح يفتت هالطاقة، يحولها لطاقة سلبية، من الطاقة السلبية للطاقة الإيجابية. فراح أعطيكم شوية نصائح تتطلب أن أنتوا تعقمون أو تطهرون طاقة البيت بالماي والملح. أبسط طريقة أن أنتوا تأخذون كوب ماي زجاجي وتحطون فيه كوب أو مسكة إيد من الملح الصخري أو الملح العادي اللي هو نحصله من السوبر ماركت، وتحطونه على أركان البيت. هالشيء راح يمتص الطاقة السلبية، سواء كانت عندي مشاحنات بين الزوجين، سواء كان عندي طفل صاخب أو في طفل مصاب بالتوحد أو أنواع غير الاستقرار خلينا نسميها في الأسرة. أنصحكم تحطون كوب ماي وملح في كل أركان البيت وتبدلون الماي بعد يوم كامل. بهالطريقة أنا حميت طاقة البيت من الطاقة السلبية والذبذبات السلبية. أما كطاقة إيجابية لكم نفسكم، أنصحكم ببانيو ماي وملح. اللي تسوونه أن تأخذون كوبين من الملح مع كوب قهوة في البانيو، وتقعدون في البانيو لمدة 20 دقيقة على الأقل كل يوم، وراح تحسون أن طاقة التوتر مع الأيام راح تمتص بالتدريج، لأن تحسون نفسكم أكثر هدوء وأكثر اتزان، وراح تحققون السلام الداخلي. للأشخاص اللي ما عندهم هالوقت أن يسوون بانيو حمام ملح، ممكن يستخدمونه كمقشر للجسم، حفنة ملح بالإيد مع شوية ماء على الجسم وراح يمتص إن شاء الله كل الطاقة السلبية. هذا هو كلامنا عن الملح اليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منه ويومكم سعيد.
إذا نشكر المهندسة بشاير المنصوري على هذه النصائح. بالفعل قد نحتاج إلى يعني هذا بالنسبة للملح من ثقافات شعوب العالم، بأن بالفعل الملح يبعد الطاقة السلبية من المكان وحتى بالنسبة للأشخاص. إذا من بعد هذه الومضات الجميلة من بشاير المنصوري ننتقل الآن إلى فاصل قصير، ومن بعد هذا الفاصل نكمل ما تبقى من برنامج صباح الشرقية. ابقوا معنا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل ضمن مبادرة وجودكم سعادة في دولة السعادة. نظم فريق أبناء الخليج للأعمال الإنسانية في الإمارات جولة لوفد بحريني في الدولة، نتحدث عن هذا الموضوع بشكل أكبر. خلونا نرحب بضيفتنا في الاستوديو الأستاذة عائشة غريب سالم القايدي، نائب رئيس فريق أبناء الخليج للأعمال الإنسانية. أستاذة عائشة صبحك الله بالخير. صباح الخير في قناة الشرقية، صباحكم سعادة وإيجابية، دائما أقولها لكم ولجمهور المتابعين وياي دائما أحدهم عن الإيجابية. جميل. طبعا في البداية نتكلم عن هذا الفريق ومتى تم تأسيس هذا الفريق والهدف من تأسيس هذا الفريق. طبعا هذا الفريق تأسس في دولة الكويت سنة 2015 تم اعتماده، وتم الاعتماد الفرع دولة الإمارات سنة 2016 برئاسة فاطمة الدربي والنائبة طبعا أنا. جميل. عائشة القايدي. نعم. والهدف الأساسي من هذا الفريق؟ الفريق طبعا مكون من أعضائنا جميعا من دول الخليج. نحن أعضاء من دولة دول الخليج. الهدف هو أعمال إنسانية تحدنا في دولتنا. جميل. دولة خليجية نبض واحد. خيرنا ما يطلع إلا في دول الخليج. جميل. طبعا شوية كسرنا القاعدة الفترة هذه. سويت مبادرة في سريلانكا تقريبا كانت من أسبوعين. جميل. عام زايد زايد الخير. نعم. طلعت هالمبادرة في سريلانكا والحمد لله، وكانت لي مبادرة ثانية اللي هي يوم السعادة خصصتها للعمال. مادة التأكل غدا كانت في أحد المساجد في إمارة كلبة. خصصناها للعمال، يعني ما خصصناها لفئة الخليجية فقط يعني. نعم. والحمد لله هاي نحن الأعمال اللي نقوم فيها كلها أعمال خيرية، زيارات مرضى منها، مؤسسات، جمعيات المرأة، لنا مبادرات في دول الخليج كلها الحمد لله. نعم. يعني أعمالكم الخيرية مش مقتصرة داخل الإمارات، داخل الإمارات وخارج الإمارات. تكلمتي عن مبادرة كانت في سريلانكا صحيح؟ نعم. شو كانت المبادرة هناك؟ المبادرة طبعا للأسر المسلمة في سريلانكا، الأسر المتعففة. قمت فيها في زيارات منطقتين في سريلانكا، منطقة كاندي اللي كانت فيها المظاهرات آخر فترة. نعم صحيح. كنت أنا متواجدة هناك والتقيت في تقريبا 10 أسر في كاندي، وقدمنا لهم مساعدات عينية اللي هي منها الأكل يعني والأشياء الثانية. نعم. الحمد لله. وكم تمت هذه الفعالية في سريلانكا؟ كم تقريباً يوم تقريباً؟ نحن هي كانت أسبوع بس لأن المناطق شوية بعيدة كانت، المنطقتين اللي رحتن يعني تقريباً كل منطقة فيها تقريباً 6 ساعات 7 ساعات سيارة. نحاول أننا ثاني يوم نحن نسوي المبادرة لأنه ما يكون في وقت يعني. والحمد لله. جميل. بالنسبة للوفد البحريني اللي راح يكون موجود، متى راح يكون موجود؟ إن شاء الله الوفد بيكون يوم الثلاثاء متواجد. أصلاً هم وصلوا البارحة ما الحمد لله، بس لهم زيارات في دولة الإمارات في كذا مكان إن شاء الله. سوينا لهم دعوة إنهم يكونوا في إمارة مدينة كلبة. جميل. ويشوفوا مناطقنا الحلوة. وخصصنا لهم في زيارة محمية الحفية. بتكون إن شاء الله لهم استقبال مع المجلس البلدي برعاية مجلس البلدي بكلبة. جميل. ان شاء الله. تفضلي. طبعا هذا بيكون تكون هي هذه الجوله من دار ام الحصن من مملكه البحرين لرعايه بر الوالدين. نعم. هم دائما ما شاء الله عليهم يطلعوا المسنين والوالدين هذول يسوون لهم زيارات لدول ثانيه. وفي تعاون بينكم وبينهم. نحن ما أول مرة طبعاً. المرة اللي طافتهم يو وكانوا في دبي زيارة، واستقبلناهم في دبي على يخت وسوينا لهم جولة سياحية. والفترة هاي يو مرة ثانية قلنا لهم لا، المنطقة الشمالية الشرقية عندنا، وتشوف جبالنا وتشوف بحرنا
وتستمتعوا إن شاء الله. جميل. من خلال هذه الفرق التي تقام والتي تؤسس أو حتى المبادرات الخيرية، كيف عايشة ممكن إحنا نزرع مفهوم العمل الإنساني لدى أفراد المجتمع ككل؟ طبعا حبا من الشيء اللي نحن لازم زايد علمنا يا الله يرحمه، أن نكون دائما مسانبين. نعم. السلام. أنك تكون إنسان طيب، تبعث روح السعادة والإيجابية في الشخص الثاني. نحن إذا ما دعمناهم بشيء عيني، ندعمهم بالابتسامة، ندعمهم بالكلمة الحلوة، زيارتك لمريض تدخل السعادة له. صحيح. أنك أنت تدخل على مريض، أي مريض إن كان، ما لازم يكون يخصك يعني. صحيح. نحن دائما يقول والله لا، نحن يتخوفوا أنهم يدخلوا على مريض يقول يمكن هذي اللي نازعونه، ليش داخلين عليه بغرفته أو غيره. لا، ادخل وسلم، رد السلام عليه، ابتسم، دخل وردة. نعم. شلة. بالعكس بيدعي لك وانت طالع. صحيح. هاي الدعوة بس تكفي يعني كأنك. نعم. تدخل على مريض. والحمد لله كانت لنا مبادرات، في أول مبادرة كانت لنا في دولة الكويت، زيارة مرضى السرطان من مستشفى الصباح، وعقب بعد كانت لنا مبادرة في مرضى السرطان في صلالة. ما شاء الله. وجمعيات من فترة جايين من صلالة، كانت لنا زيارات لجمعيات المرأة في صلالة والتعرف عليها والأشياء اللي النواقص اللي عندهم. والحمد لله. جميل. شو خططكم لهذا العام؟ هذا العام الحمد لله كانت لنا مبادرات كثيرة. الحمد بما لله. أن احنا بدينا تقريبا احنا في الربع الأول من العام. هي نحن دائما في رمضان عندنا تكون مائدات سلال الخير. اي للأسر المتعففة، نكون مع جمعية من جمعيات. السنة الماضية كانت لنا مع جمعية دار البر اللي هي في البرشة. تعاون معاهم. نعم. سلال الخير. جميل. وكيف عايشة يتم التنسيق لكل هذه الفعاليات والمبادرات سواء داخل الدولة أو حتى خارج الدولة؟ طبعا نحن فريق مسوين جروب وكل واحد بدولته يتناقش عن موضوع التواصل الاجتماعي. ايوه. ونتواصل كل واحد بدولته يسوي مبادره ونتكلم عنها اذا موافقين او لا. وطبعا الميزانيه تكون حسب الرعاه اللي متواجدين معانا. نعم. والدعم الخاص يعني، والميزانيه دائما نحن ميزانيتنا نحن ندفع يعني كل عضو. يعني الدعم من قبلكم انتم. هي كل عضو يكون له مبلغ، هذا المبلغ يكون في حق مخصصين حق فعالية أو مبادرة يعني. الحمد لله. نعم. جميل. لو نتكلم عن الجانب الإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال هذا الفريق، بديتوا 2016 صحيح؟ الاعتماد. نعم. يعني كملتوا تقريبا الحين ما يقارب سنتين ونص. نعم. شو تحبون تجددون دائما في الفريق، وكم أعضاء الفريق أصلا؟ تقريبا الأعضاء نحن حاليا ما كثير يعني، اثنين تقريبا أربعة شيء يعني. أربعة الإمارات. بس هذا الفريق في دولة الإمارات في هالأشياء كلها. وطبعا الحين محطين أسماء بس نتري إن شاء الله الموافقة عليهم. تقريبا ما يعادل 20 شخص نحن أضفنا أسماءهم جديدة للفريق، وإن شاء الله يكونوا فعاليين ويدعمونا زيادة يعني إن شاء الله. بالدعم الذاتي. جميل. يعني. إذا حب مثلا أي شخص يلتحق في فريقكم، في شروط معينة للالتحاق عايشة؟ والله الشروط الحين اللي هي متاحة دائما نحن الشخصية تكون يعني قد المسؤولية، أنك أنت تكون إنسان إيجابي. ومثل ما أقول لك أغلبية نحن عندنا سفرات نطلع برا. صحيح. دائما بروح وحدة يعني، متعاونين على هالأشياء يعني. جميل. المبادرات داخل الدولة تكون بشكل مستمر صحيح؟ الحمد لله. المبادرات اللي خارج الدولة، هل مثلا عندكم رقم معين من مبادرات سنويا؟ هل لكم مثلا خطة زمنية معينة؟ على سبيل المثال مثلا زرتوا سريلانكا، هل راح تكون لكم خلال هذا العام زيارة أيضا لخارج الدولة من خلال مبادرات، من خلال فعاليات ستقام؟ ان شاء الله. في هي خطه بصراحه، ان كان في دعوه لصلاله بعد مره ثانيه. ما شاء الله. طبعا الدعم، ودائما شركه الامازون للغاز مرتين ما شاء الله دعتنا ان نكون متواجدين في صلاله سنتين على التوالي. نعم. والسنه بعدهم حاطين فكره ان الحين نكون ان شاء الله شهر 9 متواجدين هناك للزيارات الثانية يعني. جميل. الزيارات من ضمن الجولة السياحية اللي راح تكون للوفد البحريني، منها زيارة كبار السن المسنين. أيوة. شو الهدف وليش زيارة كبار السن أو المسنين عايشة؟ هم مخصصينها كانت للوالدين، رعاية الوالدين هاي الجمعية. قلت لهم
تفضلوا تشوف الرفيع عندنا والحيوانات اللي عندنا. شوف الجزيره العربيه يعني هي. في حيوانات معدومه ومتواجده هنا جايبينها الشيخ سلطان ما قصر الله يسلمه. ويشوفوها وفي فقرات ان شاء الله بتخللها متنوعة. طبعا افتتاح حفل بنسوي لهم حفل بسيط استقبال ان شاء الله. فريق ابناء الخليج للاعمال الانسانيه كيف يتم الترويج للفعاليات التي تقام من قبل هذا الفريق او حتى المبادرات سواء داخل الدوله او حتى خارج الدوله؟ واكيد طبعا تستخدمون برامج التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي لازم يعني طبعا الفريق نحن عندنا انستغرام خاص بالفريق ننزل كل الفعاليات والفعاليات اللي هي مقبله تكون قريبه ننزل خبر عنها في يكون فيها دعايه وترويج فيها. نعم. وكل شخص منا كل فرد عضو في هذا الفريق بعد ينزل عن الطريق التواصل الاجتماعي اللي عنده هو تابع له. جميل. يعني بالنسبه للدعم المادي هل هناك في مثلا رعاه لهذا الفريق او؟ والله حاليا ما في يعني اللي يسمع عندنا ان في شيء لنا عندي خبر ان شاء الله بتكون لنا زياره للاردن ان شاء الله للاجئين السوريين شهر 5 من تاريخ 2 2/5 ل 5/5 ان شاء الله بتكون الوفد الفريق ان شاء الله بيكون متواجد في الاردن للاجئين السوريين مع وفد البحرين هي جمعيه بحرينيه بنكون ان شاء الله معاهم ان شاء الله. طبعا في الاخير الاستاذ عائشه غريب سالم القادي نائب رئيس فريق ابناء الخليج للاعمال الانسانيه شكرا على حضورك لبرنامج صباح الشرقيه وشكرا على المبادرات التي تقدمونها. الله يسلمكم. طبعا انا اوجه لكم الدعوه انكم تكونوا متواجدين في هذه المبادره ونطلع عليها جميعا والكل يشوف الفريق وينضم ويانا ان شاء الله ونكون روح وحده ان شاء الله وهدفنا واحد طبعا أكيد هي طبعا. الهدف الانساني نعم مع الكل ان شاء الله ان شاء الله. شكرا سلام. شكرا عائشه. العفو. الله مشاهدينا نظم المكتب الثقافي والاعلامي بالمجلس الاعلى لشؤون الاسره مهرجان الشارقه للثقافه والناس في اكسبو خرفه. كان التفاصيل في هذا التقرير مع الزميل وديع وراجعين لكم. نرحب بكم مشاهدينا ومتابعينا من قناة الشرقية من كلباء ونرحب بزملائي باستديو صباح الشرقية طبعا متواجدين في إكسبو خرفكان اللي يستضيف مهرجان الشارقة للثقافة والناس الثالث واللي بيعرض حقنا العديد من العروض والورش الثقافية والتعليمية. خلونا نتابع. انطلق مهرجان الشارقة للثقافة والناس في دورته الثالثة تحت رعاية سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في إمارة الشارقة. مثل ما شايف في مؤسسات متنوعة تقدم ورش متنوعة. اللي صارنا احنا خاطبنا هذه المؤسسات اذا حابه تكون شريك معنا في هذه في هذا المهرجان فيما نقدمه من ورش فنيه من ورش تعليميه. احنا في النهايه كنا هدفنا واحد، احنا نخدم المجتمع، نخدم اماره الشارقه ونخدم الامارات في انشاء جيل جديد يكون مطلع عارف. غير هذا كله اشراك ايضا الجمهور في الفعاليات اللي تقدمها، هذا يعني اعتقد شيء لصالح المجتمع انك انت تخلي القارئ يقرا الكتاب يتحدث عن كتاب اللي قرأه، انه يكون رسام يرسم، ان يكون ممثل يشارك على المسرح، ان يكون قارئ وشاعر وان يقدم شعره. اعتقد ان احنا اليوم حققنا هدفنا لهذا المهرجان. ينظم المهرجان هذا العام في اجواء اسريه ثقافيه ترفيهيه بالتعاون مع بلديه الشارقه كشريك استراتيجي عبر تفعيل الشراكات المجتمعية والكوادر البشرية والفعاليات المتميزة في المكتب وإيصالها إلى أماكن التجمهر العائلي في إمارة الشارقة. الحقيقة يعني ما شاهدناه صراحة أسعدنا وصراحة أثلج صدورنا نتيجة العروض المتنوعة من التراث اللي تهم الأطفال وتهم الكبار، لأنه كل اللي شفناه بسم الله ما شاء الله يعكس حقيقة يعني القائمين على هذا المهرجان وما يتمناه الناظر يعني أو ما يتمناه الطالب أو ما يتمناه المواطن أنه يشاهده، فهذا حقيقة مجهود جدا طيب ويشكرون عليه حقيقة يعني. ونحن يعني مثل ما تفضلوا وقالوا احنا نتمنى يكون هذا المهرجان في السنة القادمة يكون في حديقة عامة حتى انه مثلا يستقطب اكبر عدد كبير من الجمهور التلقائي اللي بيكون موجود، فيشكرون حقيقة كل الشكر. يهدف المهرجان الى تحقيق تنمية المستدامة للأسرة
في ظل القيم والثقافة الإسلامية التي تشكل الهوية الوطنية وتدعم الحراك الثقافي في المجتمع بأسلوب عصري مختلف جذاب يشترك فيه أفراد الأسرة. إن شاء الله تكون نالت إعجابكم تغطياتنا لمهرجان الشارقة للثقافة والناس في دورته الثالثة. دي برنامج صباح الشرقية، وديع محمد، خورفكان. طبعا نشكر الزميل وديع على تغطيته لمهرجان الشارقة للثقافة والناس. مشاهدين، مثل هذه المهرجانات تعزز مفهوم الثقافة لدى أفراد المجتمع، تعزز مفهوم القراءة والاطلاع بشكل عام. مشاهدين، الآن فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. عدنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد هذا الفاصل، وما زلنا مستمرين ومتواصلين في برنامج صباح الشرقية. إذن يعتبر البحر متنفسا للجميع وخصوصا الأطفال، فهو المكان الذي يعبر الطفل فيه عن حريته. ولكي نتعرف أكثر عن هذا الموضوع، خلونا نشوف هذا التقرير وكيف الأثر النفسي للبحر. تتمتع مدينة خورفكان بجمالها الخاص وجاذبيتها مع طقسها المعتدل وطبيعتها الجذابة، مما يجعل الزائر كثير التردد عليها خاصة في فترة الإجازات وفصل الصيف، وذلك لوجود شاطئ الكورنيش الذي يقع في الداخل من طريق الدبا خورفكان الساحلي والممتد على طول المدينة. ترتسم الأجواء الأسرية والاجتماعية العميقة مع وجود العائلات والأطفال في مثل هذه الرحلات، مع رسم ملامح جميلة في علاقاتهم مع هذه التنزهات والطبيعة الخلابة وجمال لون الشاطئ الذي يمتد على طول الكورنيش، وهي تحتضن جميع الجنسيات والسياح الذين جاءوا من أجل قضاء أجمل الأوقات وسط زحمة الناس والاستمتاع بالأجواء المنعشة بهذا المكان. يستمتع الأطفال باللعب على رمال الشاطئ الناعمة، بالإضافة إلى السباحة والتمتع بفوائدها العظيمة على صحة الجسدية للصغار، فهي تقوي الجسم عضلاته، بالإضافة إلى أنها وسيلة للتسلية والترويح عن النفس. إذن كان هذا التقرير خاص بالممارسات وكذلك الأنشطة البحرية وكيف للبحر أثر على النفس. إيش رأيك بالبحر يا يعقوب؟ أكيد طبعا، يمكن حتى منذ صغرنا دائما تعودنا على البحر. إذا ما نروح مثلا نسبح في البحر، نروح نلعب على البحر، فيعني البحر دائما هو متنفس لي خلنا نقول جميع فئات المجتمع. أكيد. وخصوصا الأطفال دائما يستانسون، خلاص في الشتاء الجو حلو بنسير نقعد على البحر. أكيد. في الصيف نبقى نسير نسبح في البحر، فالبحر يعتبر متنفس جدا جميل لجميع أفراد المجتمع. مشاهدين، الآن ننتقل إلى فقرة العادات الغريبة من العالم، نتعرف على عادة غريبة وهي عادة تكسير الصحون الخاصة بشعب اليونان. خلونا نتابع. في بيوتنا عندما يكسر طبق أو حتى كأس، لا يمر الحادث دون سؤال عن السبب وتوجيه اللوم للفاعل حتى ولو كان خطأً. أما في اليونان فتكسر ملايين الأطباق عمداً وعن سابق ترصد وأسرار، والناس فرحون. فمن عادات اليونانيين كسر الصحون بجنون في الاحتفالات واللقاءات العامة، وأحياناً لا يكتفون بذلك بل يقذفون بعضهم بعضاً بهذه الأواني فرحين بما يفعلون. ففي احتفالات الأعراس مثلاً يكسر أهل العروسين والمدعوون في كل حفل أكثر من 1000 صحن. فإن حزن اليونانيون وشعروا بالضغط النفسي كسروا الصحون، وإن فرحوا كسروا الصحون. لم تبقى هذه العادة حبيسة المنازل، فخرجت إلى الكثير من المطاعم اليونانية المخصصة لتكسير الأطباق.
تمددت هذه العادة فاجتازت الحدود اليونانية إلى بعض المطاعم اليونانية في مدن العالم، منها العاصمة البريطانية لندن، وهناك تقام حفلات مخصصة لتكسير الصحون، فيدفع الزبون ثمن الطعام وضريبة لكسر الصحون. كان اليونانيون القدماء يعتقدون بأن كسر الصحون يجلب لهم الحظ ويشعرهم بالفرح والبهجة والمرح، وأنه يفرغ الجسم من الشحنات السلبية ويخفف الضغط النفسي على أعصابهم. الحكومة ضاقت ذرعاً بهذه العادة السيئة فأصدرت قانوناً لمنعها، لكن اليونانيين مصرون على استمرار إرث أجدادهم حتى لو خلت مطابخهم من الصحون. حقاً لله في خلقه شؤون. أعتقد هذه من أكثر العادات اللي من صغري بالفعل كنت بالفعل أتمنى أني أروح اليونان وأشوفها. كان لما يكون في عندهم في الكرنفالات وعندهم في الاحتفالات كان مجموعة مثلا كانوا حتى يتنافسون في هذا الشيء ويتبارون إن مثلا أكثر واحد يكسر الصحون في أقل عن دقيقة مثلا، فيجمع الصحون المتباري ويكسر الصحون بسرعة 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 فإنه يخلص الصحون بوقت سريع. أعتقد أن هذه من بعض الهوايات اللي أعتقد أنها الشخص يرفه عن نفسه ولو كان متضايق بالفعل يروح الضيق ومن خلال تكسير هذه الصحون وطرد الطاقة السلبية. أعتقد حتى في خلال التقريرنا شفنا أن مثلا وقت العرس وقت الزفاف أن أهل العروس وأهل المعرس نفس الشيء يكسرون الصحون. يعني كل مجتمع له عاداته. أيوة. له أعرافه له ثقافته الخاصة. إحنا حتى ثقافة تكسير الصحون عندنا، بس إذا أنت كسرت صحن واحد راح تكون مشكلة كبيرة في البيت خصوصا عند الوالدة. يعني الوالدة سو أي شيء ما عندك أي مشكلة، لكن لا تكسر صحن أو تودي صحن وما ترد. لا لا كيف مثلا لما كنت صغيرة كيف أقنع أمي أنه خلاص انكسر الصحن، قولها ما تقولين لما يطيح الصحن طاح الشر، خلاص طاح الشر اقتنعي طاح الشر. ما في مجال خلاص. يعني سبحان الله يعني هم إلى الآن هذه الثقافة. أيوة. موجودة. يعني دائما الأمهات يحبون يحافظون على الشيء خصوصا التراثي خصوصا القديم خصوصا مثل ما قالت بدرية الحين المعدة الوعيان. مصطلح الوعيان مصطلح. أيوة. الثقافة الإماراتي. فالحمد لله يعني حتى ثقافتنا مختلفة نوعا ما عن كذلك. يعني بالنسبة للشعوب يعني بالنسبة للشعب أو الجالية المصرية اللي عرفت منهم إن كذلك هم مثلا لو إن يعني شيء شر راح عنهم أو شيء مثلا يكسرون القلة مثل ما يقولون أو الجرة. صحيح. يعني فإن خلاص الشر راح إن فال الشر روح. فأعتقد إن إذا في حد من مصر بعد يأكد لي على هذه المعلومة إن بالفعل كسر القلة. صحيح. يمكن احنا صراحة وانا كنت صغير كسرت وايد اشياء صراحة. الوالدة الله يحفظها موجه لها التحية عانت مني وايد في هذا الجانب. مشاهدينا اخر العنقود شيء هذه مصايبة اخر العنقود. بس ما تزعل عليك وايد صح؟ نوعا ما. لا لا بس لابد اني اراضيها طبعا. لا طبعا زين فلابد انك تراضيها تروح تجيب لها طقم جديد او حتى دلال جديدة. يا احبهم عاد لها السوالف هذه. إذن ما زلنا مستمرين في صباح الشرقية والآن شو عندنا يعقوب؟ نأتي إلى ختام مشاهدينا. نعم يا سلام عبالي مستمرين والله طاف الوقت. ما حسينا اليوم طبعا البرنامج كان يعني برامج أو مواضيع أكيد. جدا جميلة وسهلة. فأتمنى أنكم استفدتوا مشاهدينا من حلقة اليوم. ومن بعد طبعا هذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا نعم. تحياتي وتحيات فريق العمل وإن شاء الله ألقاكم غدا في حلقة جديدة من برنامج صباح الشرقية. مع السلامة.